اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج اخبار البلاد الذي دائما يسلط الضوء على عدد من المواضيع الهامه والحيويه ونناقشها مع ذوي الاختصاص. حلقه اليوم ستكون حول دور نقابه المعلمين في مهنه التعليم، ونستكمل ما تبقى من الحلقه الماضيه التي كانت قبل شهر رمضان. صحبه ضيفي في الاستوديو النقيب العام للمعلمين بدوله ليبيا الاستاذ عبد النبي صالح العرفي، ومن المفترض ان يكون معنا ايضا وكيل النقابه العامه المعلمين الأستاذ محمد الفلاح للحديث عن نقابة المعلمين وكيفية عملها. نبدأ كالعادة بفقرة من البلديات. عقد عميد بلدية وادي البوانيس السيد أبو قاسم عبد الله سعيد اجتماعا مع إدارات رياض الأطفال البوانيس ومدير مكتب الخدمات التعليمية وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني خلال الاجتماع مناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجه العملية التعليمية لرياض الأطفال ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها. يذكر بأن المشاكل التي تواجه أغلب رياض الأطفال ببلدية وادي البوانيس هي عدم وجود مقرات خاصة بها وعدم تقاضي عدد من الموظفين لمستحقاتهم. الهدف والغاية من عقد مثل هذه الاجتماعات بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية هو تحسين ورفع من أداء عمل المؤسسات لتتمكن من تقديم أفضل وأرقى الخدمات للمواطن. هي تعتبر رياض الأطفال هي اللبنة الأساسية في بناء أو تنشئة الأطفال وتهيئتهم للمدارس. الأمر اللي بتواجهك العديد من الصعوبات فيما يتعلق في الباب الثاني أي دعم، نحن حاولنا نضع أولويات نحط لدراسة هذه الصعوبات أو وضع حلول لها. ما وصلت للمواطن إن هذا الذي اللي قروا فيه إن وجهه ومصلحته حقوق المربيات عندهم مدة 3 سنوات، قال لي أبدأ أسمح لي لما قدمنا الكشف زي ما نقول قدمنا عليه. رغم مهرجان زي البلديات الأخرى حاولنا في المواضيع هذه. وبالتالي أنت مهما يكون حتعامل مع الوضع الثقافي اللي عندنا في المجتمع كيف هو؟ انضمام لمكتب التعليم لإعطاء منحة. انطلقت الامتحانات النهائية لمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي الحالي 2016-2017 داخل مكتب مراقبة التعليم ببلدية القربولي. هذا وأفاد السيد مراقب التعليم ببلدية القربولي بأن اللجان تسير بصورة جيدة وتعمل بالخطة التي وضعها قطاع التعليم. اجتمع السيد خالد المسماري مسؤول المنطقة التعليمية ساحل الجبل الأخضر بالسيد سالم عبد الجواد مدير مكتب الامتحانات بالمنطقة التعليمية الساحل وبرؤساء لجان الأشراف لإتمام مرحلة التعليم الأساسي، وذلك لمناقشة التشديد على ظاهرة الغش للقضاء عليها والتي أصبحت ثقافة على حسب وصفه، ولتحمل المسؤولية القانونية لمدير مكتب الامتحانات ورئيس قسم المتابعة بالمنطقة التعليمية الساحل ولرؤساء اللجان لأي مخالفات قد تحدث. سعيا لإحياء الحفلات والمناشط الترفيهية انطلقت في بلدية توكرا احتفالية العيد التي أقامتها استراحة لاجروتا التابعة لشركة بلادي للخدمات السياحية والاستثمار العائلية بمناسبة عيد الفطر المبارك، وبمشاركة واسعة من قبل العائلات في الحفل بالمنطقة وعدد من المدن والمناطق المجاورة. حضر الاحتفالية عدد كبير من الفنانين والمسؤولين وأقيمت فيها عدة فقرات منوعة. الزميل علي الرهقان حضر الاحتفالية ورصد لنا التقرير التالي. أكيد
مش حاجه كويسه والله مش حاجه كويسه الحمد لله قمنا في استراحة لاجروتا باستضافة بعض الفنانين وبعض الفنانات وقمنا بمهرجان طفولي ومهرجانات عائلية متكاملة وقمنا بحفلات مسابقة كانت قائمة بهن فرقة البهجة والحمد لله نحن كإدارة بلادي للاستثمار والخدمات السياحية إدارة المطعم لاجروتا أنا نبيل دينالي مدير مطعم لاجروتا ومدير شركة بلادي للاستثمار والخدمات السياحية الحمد لله وإن شاء الله نكون وفقنا الله في تغطية العيد المبارك باحتفاليات رائعة وإن شاء الله نكون في المستوى المطلوب والحمد لله نحن نعولوا على السياحة الداخلية بإذن الله حننموها أكثر وأكثر 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 دعم منكم أنتوا دعم من كل العائلات شب حريق بمنطقة مرادة أدى إلى إتلاف بعض مزارع النخيل بالمدينة بسبب موجة الحر التي شهدتها عدة مناطق في ليبيا بعد محاولات لإخماد النيران التي تنتقل من مزرعة إلى أخرى وسط عجز المسؤولين والجهات المختصة في إخماد الحريق. يذكر أن منطقة مرادة منطقة نفطية قدمت الكثير دفاعا عن الحقول النفطية مما يسمى بالدولة الإسلامية داعش ولا يوجد سيارة إطفاء أو جهاز السلامة والحرائق بالإضافة إلى غياب تام للمؤسسة الوطنية للنفط. هذه المنطقة هي بوابة الكرامة من الجنوب الغربي حيث دافع شبابها دفاع قوي على الحقول النفطية لثلاث سنوات في ظل غياب تام للدولة. طبعا يعني من المفترض أن يكون معنا من مرادة مدير قطاع التخطيط لبلدية مرادة فتحي محمد مفتاح، ولكن نظرا لرداءة التغطية هناك وللمشاكل الفنية الخاصة يعني بشبكة الهواتف لم نتمكن من التواصل مع السيد محمد رغم أن نسقنا معه في وقت سابق. يعني تعتبر النقابة هي المدخل الأساسي لتحسين ظروف المعلم الوظيفية من خلال وضع قوانين تنظم مهنة التعليم ومن جهة أخرى وضع برامج إعداد للمعلم ليواكب التطورات العلمية ويحسن من أدائه المهني. وهنا يجب أن تلعب نقابة المعلمين دورا بارزا لاستصدار قوانين ومراسيم تحسن من الظروف المعيشية والاجتماعية للمعلم تتناول فيه عدة مواضيع هامة منها الرواتب والأجور بدل النقل والإجازات وتعويض نهاية الخدمة أو نهاية الخدمة والتقاعد والضمان الصحي وغيره. ولكن هل تستطيع نقابة المعلمين أن يكون لها دور فعال ومؤثر داخل الجهات المختصة من أجل إرجاع حقوق المعلم والدفاع عنه بالطرق القانونية المتعارف عليها؟ أناقش الليلة كل هذه المواضيع مع ضيوفي الكرام حول دور نقابة المعلمين في مهنة التعليم. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في فقرة ضيف وملف.
أرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ عبد النبي صالح العرفي النقيب العام للمعلمين بدولة ليبيا. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد النبي. أهلا وسهلا بك أستاذ حمدي، بارك الله فيك. أهلا وسهلا بك وكل عام وأنت بخير. يعني قبل شهر أو قبل العيد كانت في حلقة، ولكن الحلقة لم نستكمل باقي الموضوع وهو حول دور نقابة المعلمين في مهنة التعليم. في البداية يعني ربما نسترجع قليلا يعني الموضوع من البداية، وهو أهمية النقابة لمنتسبيها. أستاذ عبد النبي، أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. استكمالا للقاء السابق الذي طبعا نعتبر الآن الجزء الثاني من هذا اللقاء، وبارك الله فيكم أستاذ حمدي، وبارك الله في إذاعة أو قناة الحدث على دائما وقوف دائما مع شرائح المجتمع وخاصة شريحة المعلمين، وتعتبر طبعا أحد ركائز الدولة الليبية. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكون هناك طبعا دولة قائمة على أساس من العلم والقانون. دور نقابة المعلمين في قطاع التربية والتعليم دور أساسي وهام جدا جدا، باعتبارنا طبعا أن هناك وزارة يعني مشروع تنفيذي لدولة. نعم. ولابد أن يكون هناك أيضا مشروع حقوقي للدولة أو لمن يعمل بالدولة. فطبعا انطلاقا من هذا المبدأ، وطبعا نظام عالمي يعني غير مقتصر فقط على الدولة الليبية، وإنما هو نظام عالمي لأجل حفظ الحقوق للموظفين. نعم. طيب يعني طيب كيف تمارس النقابة عملها الآن في ظل هذه الظروف؟ يعني في ظل هذه الظروف العصيبة، يعني خاصة من النواحي المادية وعدم الآن يعني وجود يعني حتى موارد مالية للنقابات الفرعية. الآن فقط إن شاء الله حنبدأ بإذن الله بإجراءات الاستطلاعات والاشتراكات من المعلمين، بحيث أن يكون للدور النقابة دور بالإضافة للدور التنفيذي أو الدور التشريعي هناك دور إنساني. لأن طبعا المعلم عندما يعوز أو يحتاج إلى مساعدة إلى مد يد العون، القناة الوحيدة اللي يلجأ إليها المعلم هي النقابة، باعتبار أن طبعا حتى في النظام الأساسي النقابة هناك طبعا استطلاعات واشتراكات تقوم نقابة المعلمين بجميع المناطق بصاحبها أو طبعا بما إحالتها عن طريق وزارة التعليم أو مكاتب التعليم، وهذه الاستطلاعات هي التي تساهم في حل مشاكل المعلمين. كانت يعني الحقيقة في السابق مقتصرة على فئة معينة، أو حتى يعني كان توجه سياسي للدولة أكثر من توجه إنساني أو اجتماعي للمعلمين. ولكن بعون الله سبحانه وتعالى طبعا هناك لدينا الآن نظام أساسي تم اعتماده إن شاء الله بإذن الله تعالى من مجلس النواب. هذا النظام يقوم على المساواة والعدل وفي الحقوق بالنسبة لكافة المعلمين. أيضا هناك دافع معنوي كبير للمعلمين الآن تحقق يعني بنسبة أعتقد أنها 80%، اللي هو طبعا زيادة رواتب المعلمين. هناك فقط نظرة قريبة جدا إن شاء الله لكيفية إعطاء هذه الامتيازات. نعم. طيب يعني قبل ما ينضم إلينا الأستاذ أبو بكر فحيل البوم مفتش تربوي ومستشار تعليمي، قبل ما ناخذه أستاذ أبو بكر، يا ريت تحكي لي أستاذ عبد النبي حول انتخاب النقابة العامة للمعلمين، كيف تم الانتخاب؟ نعم. يعني بدعوة طبعا من بعض النقابات الفرعية بالشرق الليبي، استدراكا للموقف الضعيف اللي فيه النقابات من حيث عملها ومن حيث أحقيتها بالعمل وظروف المحيطة بها، وجهت دعوة شاملة لجميع مناطق ليبيا بحيث يكون لقاء يجمع جميع النقابات على مستوى. نعم. ليبيا، وحدد لهذا الموعد في مدينة المرج، مدينة الجهاد والكرامة. وفعلا تم اللقاء ما بين النقابات الفرعية، نقدر نقول لك في بنسبة 80% من مناطق ليبيا. يعني. مناطق ليبيا. نعم. نعم. حتى اللي ما كانش حاضر حقيقة هذا طبعا شيء إيجابي وجميل جدا، يؤكد وحدة اللحمة في ليبيا ووحدة الرأي بعيدا عن النزاعات السياسية. يعني حتى اللي ما كانش حاضر، على سبيل المثال مثلا نقدر نقول لك الزاوية، سرت، ما كانوش حاضرين طبعا ظروف اللي عارفينها انتم، ولكن بعثوا لنا بالموافقه وبالاعتماد. خلال طبعا هذا اللقاء تم انتخاب وتشكيل نقابه عامه على مستوى ليبيا،
وفعلا تم اعتمادها من الجهات الرسمية، والآن فقط عبارة عن نحن محتاجين فعلا إلى وقوف مجلس النواب معنا في توفير إمكانيات للعمل أو البدء بالعمل، لأن النقابة العامة هي المظلة السياسية والاجتماعية لباقي النقابات بفروحها. طيب يعني ممكن نشاهد الآن انتخاب النقابة العامة للمعلمين اللي كان في مدينة المرج بحضور عدد كبير من النقابات على مستوى ليبيا، ومن ثم نرجع نستقبل له الأستاذ أبو بكر فحيل البوم مفتش تربوي ومستشار تعليمي بمدينة الزاوية. استقبل الان عبر الهاتف من مدينه الزاويه الاستاذ ابو بكر فحيل البوم مفتش تربوي ومستشار تعليمي. استاذ بكر مرحبتين بك، وكل عام وانت بألف خير ان شاء الله. وانتم طيبين، واشكركم لنا كل الشرف بإتاحة الفرصه لنا، لان ليبيا واحده شرقا وغربا وجنوبا، وهذا ما تسعى اليه قناه الحدث منذ افتتاحها. وأكرر الشكر لكم وعلى استعداد التواصل معكم والحوار فيما ترغبون فيه، ولك كل الحرية. أهلا وسهلا بك أستاذ أبو بكر. يعني اليوم نتحدث حول دور النقابة العامة للمعلمين أو نقابة المعلمين في مهنة التعليم. في البداية حدثني حول حقوق المعلم، يعني أنت من النشطاء الآن اللي موجودين على صفحات التواصل الاجتماعي وتتحدث بكل مهنية وشفافية حول يعني حقوق المعلم وحماية الطالب في نفس الوقت. فأنا في البداية نقدم لك كل الشكر والتقدير على كل هذه المجهودات القيمة والطيبة اللي من الممكن يعني لها تأثير إيجابي على الطلبة اللي ممكن اللي يتابعوا فيك وحتى المعلمين بشكل خاص. يعني كيف تشوف يعني حقوق المعلم اليوم أستاذ أبو بكر؟ نعم، أولا أعطيني فرصة لحظة بنوجه رسالة لأبناء الطلبة في غرب ليبيا. نعم تفضل تفضل. وللمعلمين، لأننا اليوم بدأنا في امتحانات مرحلة التعليم، نهاية مرحلة التعليم الأساسي أو ما تعرف بكلمة الشهادة العددية. طبعا أتمنى التوفيق لطلابنا، والدعوة للمعلمين بأن يكونوا عنصر إيجابي في بناء من أجل إعطاء الفرصة لطلابنا من حيث توفير الراحة النفسية لهم وحثهم على الصدق والاعتماد على النفس والبعد عن الغش، ولا يكون هدفنا التصيد بل منع الغش، وأن لا نلجأ لتطبيق القانون إلا آخر الأمر، لأن الحقيقة الغش جريمة يجب أن لا نتهور في محاربتها. ولكن نحن كمعلمين يجب أن يكون لدينا الأسلوب التربوي في محاربتها، وليس كما قلت هو تصيد. نعم الغش سرطان يجب القضاء عليه بأسلوب تربي، وألا يكون المعلم مصدرا له. لا لا لا، وأكررها دائما، لأن حتى لا تلبس هذه الجريمة في حق المعلم، رغم أن انتشارها الآن تحمل وزره كافة الشرائح. ولكن لا أرضى أن يكون المعلم يوصف لأنه له دور في الغش. الغش كارثة لها أضرار تربوية ووطنية مدمرة للأجيال القادمة. نعم، أتمنى هذا العام أن يكون أفضل. وبهذه المناسبة أتقدم بالشكر للدكتور عثمان عبد الجليل الذي يبذل أقصى جهد هذا العام للقضاء على الظاهرة أو للتخفيف منها. نعم كلامي موجه لكل معلم وكل طالب. هو أستاذ يعني لا يعلم الطالب أن مسألة الغش يعني مضرة له بدرجة الأولى، يعني بالدرجة الأولى يعني الطالب يضر نفسه من حيث إذا كان مثلا استقبل أي مواد مثلا من المدرسين أنفسهم، يعني والمدرس ربما لما يقدم الغش للطالب يعتبر العدو الأول للطالب حسب ما فهمت منك. وقع
خاصة نحن أنا أشرت الموضوع هذا طبعا مع احترامي للحلقة، وهدفها هو نقابة المعلمين، لكن المعلم هو أساس، هو الأساس. ونحن في غرب ليبيا اليوم بدأت عندنا امتحانات الشهادة العليا، وأنا متفائل هذا العام أن تكون أفضل. الحقيقة أحترم الوزير المكلف بحكومة الوفاق، وخاصة عندما تحاورت معه ودعوته بالتواصل مع إخوتنا في الشرق الليبي للتوافق في المناهج، في المواعيد، في اعتماد النتائج، فكان رده رائع وقال أنا أشتغل في التعليم بعيد على التجاذبات. وحصل حتى حوار بينه وبين زميلة في الشرق الليبي عبر أحد القنوات، وكان رائع. عقد عدة اجتماعات، والحقيقة أنا لا أتكلم من باب أنني من الغرب الليبي، ولكن أنا هذا واقع الآن موجود. لدينا وزير في الشرق ولدينا وزير في الغرب، وإن شاء الله أعتبرها مرحلة عابرة وقريبا سوف تزول إن شاء الله. إن شاء الله بكر يعني لا تقوم إلا على نفسها. أما فيما يخص النقابات، طبعا بصريح العبارة ما قبل 2011 كانت لدينا نقابات، ولكنها في النهاية تخضع لتوجه سياسي معين، والآن لا داعي لما كان يحصل. أما بعد 2011 نرى وفق الظرف العام أن النقابات لم تتاح لها فرصة، سواء كان ربما لديكم في الشرق الليبي لها نشاط وبرامج، ولكن لم أحس بذلك في الغرب الليبي. وأنا مقدر الظرف العام، الظرف السياسي والظرف الاقتصادي والظرف الاجتماعي، وربما نقدر نقول لك في غياب الدولة الواحدة، الدولة القادرة على احترام على الأقل القوانين واحترام المواطن، ربما عجز الدولة هو اللي جعلنا الآن النقابات. طيب يعني أستاذ أبو بكر، يعني في ظل وجود هذه النقابة العامة اللي هي يعني خاصة بالمعلمين على مستوى دولة ليبيا، يعني كيف ترى أو ما هي الرسالة اللي توجهها للسيد أولا في البداية النقيب العام للمعلمين بدولة ليبيا، وثانيا لكل من يعمل في النقابات الفرعية على مستوى ليبيا؟ ما هي الرسالة أو ما هو يعني من المفترض أن تقوم بهذه النقابات من أجل المحافظة على حقوق المعلم، وفي نفس الوقت المبادرة من أجل استرجاع حقوق المعلمين المنهوبة يعني حتى من قبل يعني 2011؟ يا أستاذ أنا دائما نربط الحق بالواجب. نعم. ولا نبحث عن الحقوق ونتجاهل الواجب. بالضبط. نحن في التعليم راه مكبلين بأعداد قد يكون، أنا لست ضد من هو معين في التعليم، ولكن يفترض كل شخص يعين في مجاله. الآن لدينا أعداد كبيرة زيادة لا علاقة لها بالتعليم، أثرت على 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 المعلم وعلى حق المعلم حتى لو بجزر مرتبة. يعني لو يكون عندنا مثلا 300 400 ألف معلم غير لما يكون 700 800 ألف، والزيادات هذه أثرت حتى على كونه تسعى الدولة لإعطاء حقه. أنا مع الواجب ومع الحق. نعم. على المعلم أن يحاول يثبت جدارته، ومن حقه أنه هو يكون أفضل شريحة في المجتمع، بل يفترض حتى مرتبه يكون أفضل مرتب، لأنه هو أساس البناء. أما فيما يخص النقابة نرى أن تكون فيه نوع من المبادرة من عدد من الزملاء بوضع تشريع لها، بالتواصل مع كل المدارس واللقاء مع المعلمين، ووضع يا سيدي نعتمد حتى نستفيد حتى من القوانين اللي موجودة في الدول المجاورة ونطرحها. الآن احنا نعيش في فراغ، ولا نضحك على أنفسنا، لا توجد نقابة الآن رغم مساعي الإخوة. لكن أنا أحس أني في الغرب الليبي رغم أنني متقاعد والآن بعيد عن المهنة، لكن لما أحس بأن وجود نقابة ربما الظرف أكبر من أنني نحملها المسؤولية. النقابة ضعفها يعني جزء من وضع الحالي اللي تعانيه كافة القطاعات، لكن احنا نتمنى أن تكون المعلم هو الصفوة، هو من تأتي منه المبادرة، لأن في النهاية مربي وله وعليه واجبات تربوية. نعم. وأخلاقية يعني وعلمية أستاذ أبو بكر. نعم. إذا كنت في الاستماع من الإحساس بالخوف. نعم. يجب أنه يتصدر الموقف، وأنا على الأقل تكون في مبادرات فعلا تواصل ما بين
نعم، في البدايه يعني حاب نشكرك استاذ ابو بكر على مداخلتك القيمه والجيده، وباذن الله يعني ستكون يعني اعتقد لديك دوره او ملتقى في مدينه المرج او احدى المدن المجاوره لها، لكن حيكون لنا لقاء معك خاص يعني خاصه بالبرامج اللي هي تتعلق بالامتحانات وبالغش وغيرها من المواضيع اللي انت مهتم بهن اكثر شيء. انا حاب نشكرك ونشكر اهلنا في مدينه الزاويه، ونتمنى باذن الله ان يكون في يعني نقابة في مدينة الزاوية. تعليقك أستاذ عبد النبي حول ما قاله أستاذ أبو بكر اللي نحييه من قناة ليبيا الحدث وبرنامج أخبار البلاد. حقيقة نحيي أستاذ أبو بكر على هذه المداخلة وعلى هذا التواصل، وهذا يدل فعلا يدل على الرؤية المتوافقة ما بين كل المواطنين والعاملين بقطاعات خاصة قطاع التعليم، وأن طبعا زي ما يقولوا يعني الهدف واحد والمشكة واحد. ما ذكره الأستاذ أبو بكر يعني شيء موجود، ما يخص طبعا الغش، هذه ظاهرة أصبحت عامة موجودة الآن في ليبيا، رغم كل الحقيقة الآن الجهود اللي رأيتها اليوم بأم عيني، رأيت اليوم في مدينة المرج الحقيقة السيد مسؤول قطاع التربية والتعليم يمر بنفس الحقيقة على المدارس، وخاصة أن في يعني يعني وسائل تساعد على الغش اللي هي الانترنت وغيرها، يعني نعم. من المفترض أن يكون فيه مراقبة أكثر ودقة، في وقفة جادة، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون الآن في جميع المناطق منوال هام جدا هو القضاء على هذه الظاهرة، أن هذه الظاهرة فعلا تسهم في انحطاط التعليم، وبالتالي لا ترتقي العقول إلى ما نصبوا إليه جميعا من الرقي ومن الازدهار والتقدم. طيب يعني ما العلاقة الحالية بين النقابة والمنتسبين لها من المعلمين؟ ربما يعني سألت السؤال هذا في الحلقة الماضية، نعم. ولكن ربما يعني نستذكر بس يعني حول هذا الموضوع. الآن ما بعد أستاذ حمدي، من بعد الثورة 17 فبراير يعني في علاقة جيدة جدا يعني بأمانة، يعني حتى أنا نستذكر من مدة أيام يعني كان فيها إشكالية حدثت مع معلم مع جهاز الرقابة الإدارية، و يعني استدعي بطريقة يعني غير مؤدبة ونقول مستهجنة قليلا، يعني على أساس أن فيه سير إشكالية بينهم، ومشي طبعا احنا قام الحقيقة السيد نقيب معلم منطقة المرج بدورة بالدفاع عليه الإشكالية ووقوف مع المعلم، وفعلا يعني كان لقى استحسان كبير في الوسط التعليمي، الأمر اللي الحقيقة اللي قدم اعتذار من خلاله. يعني الآن دور النقابة دور تحتاج فقط الآن إلى وقوف النقابة العامة الآن اللي هي في خاصة التشريع المعنوي والتشريع المادي، بحيث يبقى لها قوة كبيرة من حيث القرارات والإجراءات المتخذة. نعم، طيب يعني أنتم كرمتوا عدد من المعلمين والمتقاعدين وأيضا المميزين، ممكن نعم. تحكي لي شوية أستاذ عبد النبي على الموضوع هذا، بحيث أن احنا نعرض الفيديو اللي هو فيه التكريم هذا. يعني من بداية استلامنا لمهامنا من 2012 كنقابة فرعية بمنطقة المرج وبمدينة المرج، الحقيقة علينا على أنفسنا جهد كبير من حيث أن يعني نضع لمسة، وهي أهم شيء يعني للمعلمين اللي هم طبعا سواء من الرعيل السابق أو الآن الحالي المتفوقين، والرعيل السابق اللي هم طبعا أدوا واجبهم على أكمل وجه ولم طبعا ينظر إليهم، فبمجهودات خاصة جدا جدا وبمساعدة الخيرين على رأس بلدية المرج والسيد العميد مسعود يادم والسيد رجب العسبري، يعني كانت هناك في تلك الفترة يعني طبعا كان هناك الحقيقة شو نقول لك، يعني كان في تعاون جميل جدا، واستطعنا مع الخيرين أن نكرم عدد كثير كبير وكبير جدا من المعلمين اللي يستحقوا، وما زلنا إن شاء الله بإذن الله تعالى سيرين على هالمنوال بإذن الله تعالى. إن شاء الله نشاهدوا مشاهدينا الكرام نقابة المعلمين اللي كرمت عدد من المتقاعدين والمعلمين المميزين أيضا، وبعدين نرجع نستكمل باقي الحديث حول نقابة المعلمين ودورها في مهنة التعليم. We'll be right back.
شاهدنا جزء بسيط من نقابة المعلمين اللي كرمت عدد من المعلمين المتقاعدين وكذلك المميزين. يعني أستاذ عبد النبي أكيد فيه مشاكل تواجه في نقابة المعلمين على مستوى ليبيا، يعني أكيد أنت عندك تواصل مع النقابات على مستوى ليبيا وفي نفس الوقت يعني فيه مشاكل تعيق أداء دوركم يعني أنتم كنقابة عامة. نعم حقيقة يعني المشكلة الأولى اللي نعاني منها نحن الآن هي المشكلة المادية وعدم توفر حصولنا على مكان لائق صراحة في مدينة البيضاء وفي أي مكان آخر في بنغازي، وهو ما نطالب به الآن مجلس النواب اللي طبعا يعتبر جهة تشريعية نحن نتبعها مباشرة. يعني نحن نحتاج الآن إلى مساعدة كبيرة ومد يد العون لنا من حيث تبدأ نحن نفس القواعد الصحيحة. لدينا الآن مشروع كبير جدا للعمل، لدينا يعتبر شبه دستور نشتغل من خلاله معتمد، يعني لو طبق هذا المشروع اللي هو النظام الأساسي سنجد بإذن الله المعلم في أعلى قامة بإذن الله. يعني من حيث المواد الموجودة الآن ومن حيث حقوق المعلمين حتى الاختيارات اللي ذكرنا سيد بكر، اختيارات المعلمين ولا حتى الناس الموظفين المسؤولين، لابد أن يكون النقابات في الفرعية والنقابة العامة دور كبير من حيث الاختيار التزكية. أيضا حقوق المعلمين هناك طبعا أمور كثيرة جدا خاصة الأمور المادية وهي الأساس، لو توفرنا إن شاء الله بإذن الله وتحصلنا على الموافقات والآن موجودة الموافقات حيصبح راتب معلم مجزي، حنستطيع أن نبني جيد. يعني هل في مثلا خطوات عملية قامت بها النقابة بحيث أن يكون في تنفيذ بعدين لهالخطوات هذين؟ قامت النقابة العامة بخطوات عظيمة جدا عبر مراسلات مع النقابات خاصة النقابات الفرعية بليبيا بالكامل. ورسلنا طبعا سيادة المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، الحقيقة هذا الرجل يعني رجل يعي ما يفعل ويعي قيمة المعلم بدورة. طبعا حقيقة أرسل كتاب إلى رئاسة الوزراء بحيث يكون هناك في سرعة عاجلة رفع سقف مرتبات المعلمين، وكذلك السيد رئيس الوزراء عبد الله الثني أبدى استعداده وخاطب وزارة التعليم والآن قيد التنفيذ وقيد يعني الإجراء، لكن نأمل نكون هذا الإجراء سريع ونكون هناك أيضا تداخل وتعاون مع النقابة العامة والنقابة الفرعية بالموضوع هذا. لأن يعني كثرة طول المدة وعدم تنفيذ الإجراء حيسبب مشكلة بصراحة. طيب يعني النقابة قامت يعني بإعداد يعني دورات تأهيلية للمعلمين، وهذا جانب مهم جدا اللي هو صحيح. يعني لازم أن المعلمين أنهم هم يواكبوا التطور والحداثة بحيث أنهم هم يتمكنوا من التواصل مع الطلبة يعني الحديثين اللي في الدراسة توا من خلال مثلا وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، لازم الحاسوب يكون له دور كبير. نشاهدوا مشاهدينا الكرام مع بعضنا نقابة المعلمين التي قامت دورة تأهيلية في مجال الحاسوب، وهذا شيء مهم جدا يا أستاذ بيني. في رفع كفاءة المعلمين وتطوير قدراتهم العلمية في مختلف التخصصات، أقامت نقابة معلمي المرج بالتعاون مع مدرسة الجيل الجديد للتعليم الحر دورة تدريبية تأهيلية في مجال الحاسب الآلي، تم من خلالها استهداف 35 معلمة من مختلف التخصصات العلمية. الدورة هذه طبعا على اساس انها نبو المعلمة طبعا تبدا في كيفية مثلا طباعة حتى اقل حاجة طباعة الامتحان، تقدر تطبع امتحانها، تقدر تدير مثلا جداول، ترسم جدول، تدير احصائية للطلبة. فالحمد لله كان الاقبال جيد وكان تلقي جيد يعني من المعلمات، يعني كان فيه استيعاب سريع. والله تقدر تقول يعني مشكورات، يعني ما تعبنش حتى في الشرح، يعني نشرح ممكن حاجه بسيطه على طول نلقاها مستوبات الدرس معانا في وحدات، يعني اغلب الدوره 80% اغلبهم يعني اول مره يشتغل على جهاز كمبيوتر، يعني في اللي قالت اول مره نمسك في يدي ماوس، اول مره نمسك مثلا جهاز نشتغل على جهاز. فطبعا بدينا بالدوره اول بدايه طبعا التشغيل، كيفيه التشغيل طبعا الكمبيوتر، كيف تشتغل على الكمبيوتر التشغيل طبعا، وثاني بدينا طبعا بالتدرج واحدة بالتشغيل، قعدنا فيه يومين او ثلاثة، وبعدها بدينا في الطباعة، كيفية الطباعة، كيف مثلا تفتح مستند، كيف تطبع، كيف تدير جدول. وتسعى نقابة معلمي المرج لإقامة عدد من الدورات التدريبية في مختلف التخصصات تحقيقا لأهداف النقابة، والتي من أبرزها الرقي والرفع من كفاءة المعلم في بلدية المرج. كان طبعا الحضور
جيد جدا بالنسبة للمعلمين. هذه الدورة طبعا الدورة الأولى الخاصة بالمعلمات ببلدية المنع. طبعا شاهدنا مشاهدينا الكرام بشكل سريع عفوا يعني الدورة التي التأهيلية التي قام بها أو قامت بها نقابة العمل المعلمين. أستاذ يعني عبد النبي بشكل مختصر أنت ممكن لديك رسالة أولا حاب أنك يعني توجهها لشريحة معينة من الناس، وفي نفس الوقت يعني احكي لي على الدور اللي قامت به النقابة بحيث أنها هي تكون يعني الداعم الأول للجيش الوطني. نعم، نحن طبعا نتحدث أولا على الرسالة اللي حاب نوجهها حقيقة. يعني نحن كنا نتأمل أن يكون المعلم احترام، خاصة في ظل الظروف العصيبة اللي مر بها الوطن، وأن اللي كان المحرك الأساسي لعجلة الحياة في 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 ليبيا هو التعليم، اللي فتحت أبواب المدارس واستقبل الطلاب وطلبة وبدأت الحياة تعود من جديد إلى ليبيا عن طريق المعلمين. نعم. فكنا نأمل من باقي الطوائف والشرائح الموجودة معنا يقتسمون معنا الحياة في وطننا أن يكون تقديرهم لنا أكبر ويكون دائما معنا صف واحد. فوجئنا الحقيقة بعدد ثلة من من ينتمون إلى الإعلام والثقافة، مع احترامي لكم يعني واحترامي لسادتكم يا أستاذ حمدي والإعلاميين والمثقفين والمبدعين. نعم. لبعض من الثلة من الممثلين حقيقة اللي كنا نحن حقيقة نقدرهم ونحترمهم يعني تمثيل أدوار حقيقة بشكل مقتضب أستاذ. نعم. حتى نعم نعم من السخرية والاستهتار والاستهزاء. نعم. بالمعلم. فنحن طبعا لم نقف مكتوف الأيدي الحقيقة، وجهنا نعم رسائل ورسائل ومذكرات هامة للسيد نائب. حتى في الحلقة السابقة يعني قد وجهتم. نعم. الرسالة هذه، لكن أنا أتمنى يعني يعني في ختام هذه الحلقة أتمنى لكم التوفيق أستاذ عبد النبي، لكن يعني النقابة يعني وقفت يعني. نعم. وقفة جادة مع الجيش يعني الجيش حيث أن نختم ونحن يعني حلقتنا لهذا اليوم وقفتنا مع الجيش. نعم. ولو لكن لابد من لا يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه. نعم. نحن بداية عندما أحسينا المؤامرة العظيمة اللي ضد الشعب الليبي وبدت الاغتيالات في بنغازي، كنا أول من خرج قبل حتى قيام عملية الكرامة، أول من خرج إلى 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 الساحات وإلى البوابات من أجل أن يكون هناك نبث الروح المعنوية في جلود الاستيقافات والبدء في تجهيز الجيش. نعم. كنا نحن أول أيضا من دعم معنويا وماديا. نعم. وصلت الفكرة أستاذ عبد النبي صالح العرفي نقيب العام للمعلمين بدولة ليبيا. أنا شاكر جدا يعني وجودك معنا اليوم، وشاكر أيضا يعني الأستاذ محمد الفلاح وكيل النقابة العامة للمعلمين اللي ما تمكنش اليوم من التواجد معنا، وأيضا شكر موصول للأستاذ أبو بكر فحلبوم مفتش تربوي ومستشار تعليم. مشاهدينا الكرام نشاهدوا يعني اللقطات في ختام هذه الحلقة اللي هي على النقابة العامة تقدم الدعم لبوابات الجيش الوطني، ومن ثم زيارة نقابات المنطقة الشرقية للكلية العسكرية في ختام هذه الحلقة. أتمنى لكم يعني تشاهدوا المقاطع هذين، وشكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. إنه لمن دواعي فخرنا نحن رؤساء وأعضاء نقابات المعلمين بالمنطقة الشرقية أن نتقدم إليكم يا من تحمون وتذودون عن الوطن بكامل التقدير والفخر. تسمعوا لا؟ فعدوا العدة وارهبوا أعداء الوطن، ونحن من ورائكم سائرون. نقابات المعلمين بالمنطقة الشرقية.